انطلقت مساء يوم الخميس الموافق للعشرين من ذي الحجة على قاعة الإمام الحسن عليه السلام فعالية أسبوع الإمامة الدولي الثاني الذي تقيمه الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة تحت شعار النبوة والإمامة صنوان لا يفترقان، وبعنوان منهاج الأئمة عليهم السلام في تربية الفرد والأمة، وبحضور حوزوي وأكاديمي. لأن الإمامة مرتكز أساسي في عقيدتنا وقاعدة الإسلام في معتقدنا، أولتها العتبة العباسية المقدسة ما تستحقه، لذلك صنعت لها النسخة الثانية من مهرجان يقام باسم أسبوع الإمامة. أن مؤتمر أسبوع الإمامة يمثل حلقة مهمة في المزاوجة بين الفكر الأكاديمي والفكر الحوزوي في طرح الأبحاث العلمية وتناولها بأنظار مختلفة من قبل باحثين مختصين حوزويين، وكذلك باحثين مؤهلين تمام التأخر من الجانب الأكاديمي. المزاوجة بين هذين التفكيرين يسهم إسهامة فعالة ومهمة في تنشيط البحث عن موضوعات الإمامة. واستهلت الفعاليات بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم قراءة سورة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء العراق، لتكون بعدها كلمة العتبة العباسية المقدسة ألقاها المتولي الشرعي سماحة السيد أحمد الصافي دام عزه. ومن ثم تم عرض فيلم وثائقي عن فعاليات أسبوع الإمامة الدولي الأول، وتلا العرض قصيدة من الشعر العمودي للشاعر مهند جمال الدين. أنا أشكر العتبة العباسية المقدسة وخاصة السيد المتولي الشرعي على هذه المبادرة الجيدة، مبادرة مهمة، هذه الأقلام الجيدة التي ممكن أنه نأخذ منها ما هو بكر وجديد أكثر مما كان سابقا، ويغني واقعا المكتبة الجعفرية بالكثير من الأفكار. كما شهدت الفعاليات تكريم مجموعة من الشخصيات التي لها الأثر البارز في الساحة العلمية والتي تختص بموضوع الإمامة، إضافة إلى بحث الافتتاح للشيخ علي الجزيري الذي تناول فيه العنوان العام للأسبوع. بعدها توجه الحضور لافتتاح معرض الصور في ساحة ما بين الحرمين الشريفين، ليكون مسك الختام مع ورشة عملية عن أثر التربية الصحيحة في بناء شخصية المولى أبي الفضل العباس عليه السلام، أقيمت في مجمع الإمام الهادي عليه السلام. هذه المؤتمرات شارك فيها مجموعة من الباحثين من داخل البلد وخارج البلد، دول عربية وأجنبية، أكثر من 300 باحث وصل إلى اللجنة التحضيرية، تم تقييمها قبول أكثر من 150 باحث. هنالك بحوث ستلقى على منصة البحث، ولكن وبعض البحوث تم قبولها وستطبع هي والبحوث التي تم إلقائها في مجلدات خاصة بوقائع أسبوع الإمامة الدولي الثاني. مجموعة من الأعمال الفنية من دولة عمان وسوريا ومصر والسعودية والكويت ولبنان سيتم عرض نتاجاتهم في منطقة بين الحرمين الشريفين، فضلا عن النتاجات التي وصلت من أبناء هذا من أبناء البلد المضيف العراق. ورش علمية أيضا تتحدث عن سيرة المولى أبي الفضل العباس عليه السلام وأثر التربية الصحيحة في بناء شخصية أبي الفضل العباس عليه السلام. مذهب الحق والإمامة نهج رسمته حرية تتنامى، لن يبالي إذا ترنح قوم عن هداه ولن يعيش انهزاما. من علي توهجت لغة الإيمان حتى توزعت أفهامه.